نرحب فيكم مشاهدينا في برنامج مع وليد، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم ما تبقى من شهر. وضيفنا اليوم مميز، لاعب منتخبنا الوطني وقائد نادي الكويت، اللاعب جراح العتيجي. كل عام وانتم بخير. انتم بخير ابو علي، مبارك عليكم ما تبقى من الشهر، وعساكم من عواده على دولتنا الكويت الحبيبه. اللهم امين. شلونك مع رمضان؟ الحمد لله. بس طيب. اختلف معك قبل يوم كنت لاعب وبعد مع الاعتزال؟ اكيد شيء طبيعي، يعني انت قبل تفكر قبل الفطور انه وراك تمرين، صحيح، سواء اعداد او مباراه او حتى لو تمرين عادي، يعني تاكل نسبه بسيطه، لكن بعد الاعتزال لا، الشهيه مفتوحه. اي بس ابو محمد، انت سافرت مع النادي او حتى مع المنتخب برمضان؟ نعم. يعني صعب والله، لان كنت تحرص انك تصوم يعني. اكيد، ما تدري، شهر فضيل وهو شهر في السنه وليد. صحيح. فالواحد ما وده انه يفقد يوم انه يفطر فيه، فكنا حتى لما كنا نروح دول اللي برا 14 ساعة، فأكون صايم يعني. يعني يمكننا برتغال، مع منتخب برتغال كنا برمضان، عدل؟ برتغال، إيه نعم. منتخب البرتغال، إيه نعم. فالحين ما قاعد تكثر؟ والله الحين ما شاء الله شفت الجسم يعني. بس قاعد تمرن أنت، حريص يعني بالتمرين؟ والله شوف، التمرين تدري أنا أحب كرة القدم وليدي، يعني ولا عمري، يعني حتى لما اعتزلت يمكن فترة بسيطة اللي وخرت عن الكرة، بعدها لا والله رديت تمرنت، قاعد اتمرن مع الفريق واتمرن والعب برا. يقولون والله للحين الباصات الطويلة، للحين انفرادات موجودة. انت اخبر مني ابو علي. ما شاء الله عليك، طول بعمرك، الله يرحمه. ابو محمد، برنامجنا عبارة عن ثلاث فقرات: فقرة الذكريات، صور وتعلق عليها، فقرة المواجهة، يطلعوا لك اشخاص وتختار يطلع لك اياه موقف او سؤال، الفقرة الأخيرة التشكيل المثالي، ونشوف تشكيلتك والرسم التكتيكي اللي أنت تحبه. جاهز الفقرة الأولى؟ جاهز. نشوف الشاشة اليمين الصورة الأولى وتعلق عليها أبو محمد. الله يحفظهم محمد وفهد، واللي بديش اسمها وجود. جود، إيه. الله يحفظهم إن شاء الله. طبعاً هذه هني في ألمانيا، تدري بعد الموسم الطويل، إيه صح، تتجه إلى يعني تطلع مع أهلك، تسافر، تغير أجواء الكرة. فهني كنت وياهم، فعشت الطفوله وياهم، يعني حتى كنت قاعدين على النطاطيه قاعد اطامر وياهم. الله يحفظهم ويخليهم. ما شاء الله، محمد وفهد بنادي الكويت مميزين. مميزين، وكل مدرب يقول لي محمد احسن من فهد، والمدرب الثاني يقول لي فهد احسن من محمد. ان شاء الله يصيرون افضل مني ويخدمون نادي الكويت ومنتخب الكويت في المستقبل. الله يحفظهم، اهم يبي لهم شغل عشان يصيرون نفس جراح العتيجي باذن الله. شوف الصوره الثانيه. الله، فرج لهيب ومحمد تراب. فرج لهيب يعني حط تفلن. وابو شهد طبعا غني عن التعريف، انا بين نجوم صراحه كبار، يعني الكابتن فرج لهيب شهادتي فيه مجروحه، لعبت معاه في المراحل السنيه وفي الفريق الاول وحتى المنتخب. صحيح. طبعا محمد تراب تاريخ النادي العربي، وشهادتي فيه مجروحه، من افضل اللاعبين في الكويت، من افضل صناع اللعب في نادي العربي وفي الوطن العربي صراحه. محمد تراب، نتذكر معسكر وين؟ هذا في مصر. اي صح صح، في الملعب قاعد اتذكر، في 6 اكتوبر، الملعب اليوم بعض. اي 6 اكتوبر. نشوف الصوره الثانيه ابو محمد. الله، حسين فاضل. الله، هني مع المنتخب بس فري. هذا لا، هذا بعد اي فري، هذا بتايلند. هذا انا ابو علي. انت النافيجيشن مال تايلند يقولون. اي ديرتي المفضلة وايد مع الاهل. اي ديرتي المفضلة وليد. إيه. صراحة يعني ارتاح لما اروح تايلند، مو فيها يعني تطلع طاقتك اللي كنت مضغوط طول الموسم فيها، لانه بحر. صحيح. ترتاح، شورت وفانيلا بس كافي، شورت وفانيلا وانت اللي طالع. هني يمكن حتى مباراتنا في تصفيات وليد، انت كنت معانا يمكن. اللي فزنا فيها ثلاثة، اللي فزنا فيها اتوقع 2-1 اللي قول حمد امان. حمد امان، اي صح، حمد امان. اي هني بعد المباراه طلعنا يمكن انا وياك وبدر. صح صح صح. وحسين فاضل، طلعنا مجموعه حق السوق. نشوف الصوره اللي بعدها. كاكا وعبد الله الروضان. عبد الله الروضان، طبعا هذه الصوره يمكن صارت حادثه الكل تكلم عنها في السابق لما لعبنا ضد البرازيل في 2006 و2007. إيه. كان الحكم المباراة إيطالي، وكاكا كان يلعب في إيسي ميلان. فرحت حق كاكا قلت له يعني
قبل لا نبلش الشوط الثاني يمكن قلت له كاكا ابي فنيلتك التيشيرت بعد المباراة. فبعد المباراة انا رايح له هو قال لي سوري ان مكلم الحكم مكلم كاكا انه يبي فنيلة كاكا يعني واعتذر منك وعطى عطى تيشيرت حكم المباراة يعني بعد يمكن يعني ما اذكر يمكن قبل سنتين هذا الموقف دق علي اخوي العزيز عبد الله الرضاني جزاه الله خير ولا يقول لي احنا مسوين لك نفس فقرة راح ندخلك على كاكا راح نحط الفيديو وراح ندخلك عليه فجأة فحط الفيديو وهو قاعد يشرح انه نفس الكلام اللي انا قلته هو قاعد يقول ان انا الحكم طلبها مني ونعتذر لهاللاعب فانا دشيت عليه فانصدم فيمكن للحين عندي الفيديوهات اللي انا في هذا المكان قال لي انا اعتذر منك وانا ما كان قصدي يعني انت لك احترامك بس وهذا في بعض الناس ان اولوها بشيء ثاني وليد السوشيال ميديا وايد يهول صراحه الامانه بعض الناس يعني مشكله هذه لا هذه وجهه نظر وانا يعني اذا شيء انا مقتنع فيه انا ما يهمني كلام الناس أكيد مع أكيد احترامي شخص ينتقدني نقد بناء انا راح اتقبله وحطه فوق راسي لكن نقد يسيء لي او تجريح لا انا ما اهتم له ما ياثر فيك اصلا وترى على فكره يعني يمكن قعدنا انا وكاكا يمكن فوق الربع الى ثلث ساعه نسولف ليش انت اعتزلت ليش انا اعتزلت وحداني تيشيرته وللحين موجود عندي في البيت يعني للامانه ولكن اعتذر هم حتى اللاعبين العالميين يقدرون حتى اللاعبين المنتخب يعني 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 في الامانه وليد هو اعتذر وقال لي ترى انا ما كان قصدي يعني لما يمكن الاخوان في دوره الروضان اشرحوا له ان هذا لاعب منتخب وكذا 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 ف للامانه قدر الموقف بالعكس و يعني قال لي انا ما كان قصدي وهديك تيشيرتي يعني والموضوع يعني ودي يعني ودي عادي يعني ما كل شيء كان حلو بينك وبينه يعني يعني لا كان يعني حتى لما دخلت عليه وليد سلم علي ورحب فيني وقاعد يسولف معاي ان انت اعتزلت قلت له انا توني يعني يمكن ب 2017 قلت له انا توني هذا اخر موسم شنو وين بتتجه وهل بتكمل في التدريب ولا يعني فتره يعني يمكن دقيقه او دقيقه ونص اعتذر على الموقف وبعدها سولفنا على الحياه الرياضيه يعني بس نشوف صوره اللي بعدها ابو محمد الله هني عبد الله القعود طبعا الملحن القدير ومع ولدك محمد وولده اي هني بدوره الروضان اي هني رايحين انا وياك اتوقع دوره الروضان وشفنا الملحن الغدير عبد الله القعود وهو رياضي يعني للامانه اي نعم يعني ذكريات حلوه وليد قاعد تطلع صور للامانه يعني تبقى في الذاكره نوجه له تحيه صدق انه جراح لا تيجي انت يعني رميتي يعني كم سنه مع نادي الكويت بس هم نطلع احنا حتى بالكويت مع بعض يعني حتى بالكويت حتى يعني بالمنتخب صرنا مع بعض في الغرف يعني في مواقف وايد بس ما تنقال لا لا هذه تبقى في السر وليد ترى انا ماني موضوع انت اللي موضوع وليد بقر راس اقلام بس انت لا تشرح بس كذي نشوف صوره بعدها الله يرحمه الوالد اللي صراحه اللي كان يتابع احوال النادي في جميع الالعاب وخاصه في كره القدم الله يرحمه ويغفر له يا رب والله يا وليد عورت قلبي اي والله الله يرحمه يعني الله يرحمه والدي من انا دشيت نادي الكويت للامانه يعني لما توفى ابوي فقدت السند فقدت الظهر اكيد الابو عزوتي اخواني موجودين الله يخليهم لي ووالدتي الله يطول بعمرها لكن والدي صراحة يعني لي الكثير كان متابع يعني مو بس حق جراح جميع اللاعبين لما ما كنت ألعب وليد وانت يمكن تذكر ما كنت ألعب ما كان يزعل صحيح أهم شيء فريقك كان فريق يقول يفوز أبوي كان ينصحني لأن أبوي كان لاعب في نادي الكويت في السبعينات واتجه بعدها الله يرحمه إلى التحكيم وكان متابع لي وكان هو من عشاق نادي الكويت يعني محب لنادي الكويت متواجد يعني دائما مع وكان متواجد يعني مراحل سنيه بالفريق الاول وكان يقول لي الله يرحمه كان يقول لي مو ضروري انك تلعب تبي تلعب اثبت نفسك في التمرين وشد حيلك راح تلعب وتوصل مو تزعل توريهم بالتمرين راح تثبت للكل انك انت راح توصل ولله الحمد يعني الله ثم والدي وتوجيهاتهم لي ولا جراح العتيجي ما وصل لهالمرحله رحمه الله عليه والله يحفظكم يا جراح نشوف صوره بعدها
هني مهنا طبعا صديقك صديقي بعد محمد المهنا مع الفنان الغدير والصوت الجريح ابو خالد والكويتاوي المتعصب. صحيح. يعني انا من عشاق عبد الكريم عبد الغادر صراحه. صحيح. ولد خالد بعد كويتاوي. كويتاوي ولد خالد، لكن ابو خالد صوت الجريح لو بتكلم عنه مني لباكر ما راح اوفي حقه. بس مهنا انت وايد الطفره. معسكرات منتخب الدوري محمد انا اقول لك محمد المهنا صديق تعرفت عليه في يعني عن طريق اخوي محمد ثنيب. ابو جاسم. اي ابو جاسم الحبيب ابو جاسم تعرفت عليه في احد السفرات ومن بعدها صرنا اكثر من اخوان. اكيد. لكن لما كنت انا لاعب كان كل يوم يدق علي. ايه. ويسولف معاي ويعطي تيشيرت المنتخب والنادي، من اعتزلت ما قام يدق علي. لا محمد المهنا ونعم الاخ ونعم الصديق صراحه. اخر صوره ابو محمد. الله شوف اشكال قصات قديمه. قصات قديمه هذا وين مطلعهم وليد انت الصور؟ هني يمكن منتخب الاولمبي او الشباب والله ماني ذاكر. او مو منتخب اللي رحتوا غرب اسيا؟ والله ما اذكر وليد، صراحه هذه الصوره ما اذكر يعني، هذه اتوقع ما ادري متى يعني. شوف قصة طارق خليفي. طارق خليفي من قصة المرنز يسمونها. والحارس الغدير شوف الجنطة ابو احمد. ابو احمد امبرو. يعني تشرفت اني لعبت مع هالكوكبة صراحة. في نجوم كثار وليد مثلك وشرواك لعبت معاهم للأمانة تعلمت منهم الكثير. ومن ضمنهم طارق خليفي. والله ابو محمد انا يعني هو اللقاء معاك انا ودي اتكلم عنك يعني محمد جراح انا من افضل اللاعبين يعني في تاريخي لعبت في كره القدم. انت فهد عوض يعني خاصه مع نادي الكويت المنتخب انت اللي تغذي اللاعبين وخاصه جهه اليسرى لما يكون وليد متالق فهد عوض متالق من كرات جراح العتيجي صراحه. والله شوف وليد يعني قبل كنا جراح لما اشوف اسمك بالتشكيله أنا أقول هني راح أبين أكثر لأن الكرات منك الكرة النظيفة الباصات الطويلة فما شاء الله عليك يا جراح. شوف وليد إحنا كنا مكملين لبعض لأمانة يعني فهد عوض كباك أنت كطرف شمال أنا كفي النص إحنا حفظنا بعض من النظرة كثر التمرين مع بعض. يمكن في حادثة ودي أذكرها أنا على السريع يعني في كأس الخليج نهائي كأس الخليج بعد المباراة مباشرة يانا غوران وعزيز حمادة قال جهزوا نفسكم حق النهائي احنا الثلاثة ثاني يوم كان التمرير ريكفري بعد لعبة العراق يمكن في صورة احنا الثلاثة نمشي كنا نسولف على المباراة مع ان المباراة باقي عليها ثلاثة ايام وهذا اليوم كان ريكفري يعني كنا نسولف شنو راح نسوي ايوه فاللي قاعد نسولف عنه انه وليد انت لما تروح لا تحاتي فهد عوض انت اذا راح وليد كمل معاه. صحيح. انا اغطيكم. صحيح. اهم شيء انه يعني يمكن انت ذكرته انه ما في كره من جهه الشمال يعني الجهه المعاكسه جهه اليمين كروس او انه يلعبون هذا وفعلا قدرنا ان نجتاز المباراه بامتياز ولله الحمد. الحمد لله ابو محمد احنا وصلنا ختام فقره ذكريات نروح فاصل ونرجع فقره المواجهه. رجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة المواجهة بس أبو محمد أي لاعب بالمنتخب لاعب صغير تهديد تذكرة أبو ظبي بس لا تكمل تذكرة ويستاهل يروح برج العرب و ثلاثة أيام إقامة إقامة مجانية هذه كنت أهديها للاعبين الصغار يستاهلون يمكن شوف أي لاعب منتخب يعني كل لاعب صغير توه ماخذينه منتخب جراح طبعا من اللاعبين الكبار اي لاعب صغير بالباص يعني يعطيه تذكره ثلاث ايام اقامه تذكره وثلاث ايام اقامه ويروح يستانس بثلاث ايام ويرجع هذا طبعا هديه من جراح حق لاعبين بس ما راح نكمل لا تكمل جراح قبل اروح حق فقره المواجهه سبب اختيارك لنادي الكويت منو الشخص؟ عبد العزيز العنبري عبد العزيز العنبري كان ولد اخوه عبد الله العنبري عبد الله إيه؟ عبد الله من اللاعبين كانوا مميزين صراحه في نادي كان من افضل اللاعبين صناع الالعاب في المراحل السنيه فبيت يدي ابو ابوي الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه ورا بيتنا هما ف
فقال لي ايش رايك تي نادي الكويت؟ يمكن انا رحت فتره نادي السالميه مع خالي سالم مرزوق وما يعني ما سجلوني، ورحت القادسيه كان الله يذكره بالخير محمد العدواني. قال لي انت توك صغير. بعدها انا من يعني وليد اموت على شيء اسمه يعني عادي الساعه 2 الظهر تشوفني يعني انا العب كره في الملاعب الترابيه. ما شاء الله انت لازلت قاعد تلعب. اي ما شاء الله. فقال لي ايش رايك في نادي الكويت؟ وفعلا كان ايام العطله اربعاء خميس يمعه. فرحت الاربعاء الخميس تسجلت في نادي الكويت. سجلت نادي الكويت. في نادي الكويت. هذا اي سنه تذكر؟ 93. 93. يعني انا اشوف لعبت الفريق مرعز 93 97 صعدت فريق اول. ما شاء الله اربع سنين على طول. على تجاوزت طول. المراحل السنيه يعني. لعبت لا انا لعبت اي تحت 15 17 بعدها من 17 رحت فريق اول. فريق الاول. يعني 19 لعبت كنت مغيب 19 بس العب فريق الفريق الاول. يعني ما لعبت وايد مع اللي بكبر سنك فعلى طول فريق الاول. اي لانك يعني كان معاي خالد جمال، معاي علي خليفه، معاي حمد العازمي، حمد العازمي، معجب حوري، وليد الفري، وليد الفري، طبعا وليد اكبر منه في العمر لكن هذول اللي كانوا معاي معاي احمد الصبيح الشايع، احمد الصبيح لحقت عليه، في لاعبين كانوا محمد البحر، كانوا لاعبين مميزين فكنا مجموعه مميزه للامانه، لكن اختاروا اربعه صعدنا الفريق الاول اللي هم انا وعلي خليفه ومحمد وخالد جمال عفوا وحمد العازمي وحمد العازمي وناصر عادل. ناصر عادل اي صعدنا الفريق الاول. ابو محمد عندنا فيديوين لك بس راح يطلع لك شخصين تختار واحد وبعدها شخصين تختار واحد بس نشوف على الشاشه حسين فاضل وطارق خليفي. والله اثنينهم عزيزين على قلبي لكن بختار طارق الخليفي. نشوف طارق. ابو علي خطر. ايوه. حسين فاضل خطر. ايوه. حسين فاضل ايه عنده اشياء. ايه خطر. اخوي اللاعب جراح العتيجي مبارك عليك الشهر وكل عام وانت بخير. يمكن انا لعبت ضدك في المراحل السنيه وكنت انت من اللاعبين ما شاء الله مهاري وتلعب في مركز تحت المهاجم وكنت دائما يعني من اللاعبين المميزين اللي تزعجنا في مهاراتك في تسديداتك ايضا. ابي اعرف انا شو اللي خلاك تنتقل بعدها الى مركز الظهير الايسر وبعدها لعبت كلاعب وسط ارتكاز، من المدرب اللي غير مراكزك وشنو المكان اللي تحس ان جراح العتيجي يعطي افضل ما عنده في المركز هذا او المركز المحبب الى قلبك؟ ويعطيكم العافيه مشكورين. اسئله مدربين. اي اسئله مدربين طارق. اي والله المراحل السنيه كنا ند بيننا احنا والقادسيه وكانوا عندهم مجموعه مميزه هو على احمد صحيح. بلوشي على الشمالي صحيح. كانوا عندهم لاعبين يعني فريق علي النمش علي النمش يعني فريق مميز. انا كنت مراحل السنيه صانع العاب انتقلت للفريق الاول كان في 97 صناع الالعاب وليد نصار عادل عقله وين تلعب وينهم مستحيل فاستمريت العب في صانع العاب او في النص مرات يعني ما اتجهت بعدها اتجهت الى الباك الشمال هولمان لعبني هولمان الالماني لعبني باك شمال لاني انا كنت في الكليه العسكريه فكانت لياقتي البدنيه اكيد عاليه لابعد الحدود ولله الحمد فما كان عندي مشكله في الطرف يعني بعدها رحنا البطوله العربيه اللي في مصر تذكرها يمكن في 2003 لعبت بالنص الكابتن الغدير ابو احمد صالح زكريا مسي عليه بالخير ومساعده كان احمد عبد الحميد ووليد الجاسم هذا بالمجمل اللي سجلت هدف على الزمالك اي هذا اللي سجلت هدف على الزمالك في مو اول لعبه يمكن ثاني لعبه ضد الفريق السوري الجيش السوري اتوقع تغيرنا تكتيك او ابو احمد ما ادري شنو كان عنده مشكله فلعبني في النص فكنت احد المميزين في هذه المباراه ومن هذه اللحظه من الجيش السوري لعبت انا في 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 نص الشمال بعدها وليد لما كان يتوقف فهد عوض او فهد عوض مجهد او مرهق العب باك شمال بس انا يعني خلاص يعني ارتكزت في الشمال من 2003 لاعتزالي
كابتن طارق يمكن قال لي المكان المحبب لي، انا اقول لك في النص. في النص لاعب النص لازم يكون أكيد. مميز وليد اذا كان هو في حالته شكل دائما انت اليوم تقيسها في المباريات. لاعب ميزان. لاعب النص هو ميزان الفريق. صحيح. كان في يومه الفريق كله كان يكون صحيح. مميز بالفعل. اللاعب النص اذا ما يكون في يومه يمكن يعني نادر ان الفريق يفوز. هو اللي يربط بين الدفاع نعم. والهجوم نعم. وعلى دليل على كلامي جراح الأتيجي انقذ نواف الخادي مع المنتخب وفريق المنتخب، وانقذ نادي الكويت في النهايه مع العربي ومنتخب مع اندونيسيا. كلمنا عن احساسك ان انت لاعب نص وهجمه على فريقك سواء مع منتخب او نادي الكويت، يعني امام منتخب امام منتخب اندونيسي ونادي الكويت امام العربي، بعد تقدم الحارس انت لاعب نص، يعني هذا دور القلب الدفاع او مثلا الباك. انت كلمة احساسك شلون دريت وشوتك رايحه بالجول. شوف وانت شلتها يعني. وليد انا حتى يمكن بالتمرين دائما لما الحارس يطلع هذه بديهي لازم كل لاعب ينتبه لها، ان الحارس لما يطلع مرات يمكن يصيب مرات يخطئ فهذا بشر، فاحنا نشيل اخطاء. احنا اليوم نكمل بعض، الحارس يطلع يخطئ نقول لا الحارس اخطا؟ لا، لان انت يوم راح تخطئ انا يوم راح اخطا. يعني نواف غادي راح باص راسك. شوف وليد انا كان عندي احساس ان انا يعني انت لو تلاحظ انا تلقائي لما رفعت لعبه مباراه اندونيسيا اول ما طلع نواف شوفني انا على طول غيرت اتجاهي من الحيطه رحت دايركت الى المرمى. يعني انا ولله الحمد اعوذ بالله من كلمه انا يعني ياني احساس اني انا اغطي نواف الخالدي ورايح الجول رايح الجول. يمكن والله اعوذ بالله من كلمه انا يمكن لو مو هذه المباراه احنا يمكن ما انتهل مو فايزين فيها صحيح. يمكن احنا لان كانت مباراتنا هناك باندونيسيا اي لو مو فايزين على صحيح. اندونيسيا في الكويت يمكن صحيح. احنا برا. نشوف فيديو ثاني ابو محمد حسين حاكم مصعب كندري. والله شوف قرابه عندك انا لعبت معاهم واثنينهم صراحة شهادتي فيهم مجروحة. اثنينهم طفرهم وايد. واثنينهم يعني لو بيقولون اللي بيقولونه اثنينهم يعني أنا أسردها ما عندي مشكلة. شوف أنا بختار مصعب. بين من عيونه خطر. من عيونه خطر. ولا يهون أبو علي طبعاً. نشوف مصعب يقول. تقبل الله طاعتكم كل عام وأنتم بخير. سؤالي حق جراح، لما كنا قاعد نلعب دورة سبيتة شنو سالفة عينك؟ أبي تقول السالفة بالضبط. انت ملك السبيتا بالمعسكرات نادي منتخب. شوف سبيتا. انا وليد احب العب جنجفه صراحه يعني الهند والسبيتا من اللعبات المفضله عندي يعني. فهذا يوم بعد التمرين قالوا بنلعب انا ومصعب فريق وفهد عوض وحسين حاكم فريق. لعب لازم يصير فيه تاشير شيء طبيعي وملك التاشير في لا لا شوف انا ما مو دائما اشير بس ما حيصيدني طبعا. فطالعني مصعب قمست له فطالعني في الحوض قال لي انت ايش؟ قلت له يبا ما اشر عيني قاعد احك عيني فيعني قشينا قطينا الورق يعني. اي والله ابو محمد وصلنا لختام فقره المواجهه عشان نروح حق التشكيل المثالي، بس لازم نروح فاصل ونرجع حق التشكيل المثالي. رجعنا لكم بعد الفاصل والتشكيل المثالية مع أبو محمد. بس قبل لا نشوف التشكيل المثالي ورسم التكتيكي، أفضل مسيرة يعني أفضل مباراة إذا بنختار مباراة مع المنتخب أو مع النادي ما تنساها. والله وليد مباريات كثيرة أكيد وايد مباريات مع النادي والمنتخب، لكن كأس الخليج مباراة النهائي مع السعودية هذه تبقى بالذاكرة ما تنسي، ومع النادي وايد مباريات صراحة، لكن مباراتنا ضد البرازيل تاريخية ما تنسي صراحة. حلوة كانت وجماهيرية ونجوم كانوا وقت نجوم ووليد والأجواء اللي قبل صحيح. المباراة بيومين أو ثلاثة أيام ولما دشينا الفندق والتمرين والجمهور والتذاكر، يعني هذه المباراة ما تنسي من ذلك. وسبب حبك برشلونة رونالدينيو أو رقم واحد عندك برشلونة رونالدينيو؟ أي والله رونالدينيو عشان فهد العنزي بعد. جراح دائما المدرب او اي واحد يختار تشكيله لما يصير مدرب رسم تكتيكي على حسب العناصر الموجوده. نعم. انت راح تقول رسم تكتيكي قبل تشوف اللاعبين، شنو الطريقه المحببه يحبها جراح؟ 4-2-3-1. 4-2-3-1 اذا راح تختار يعني معناته باللاعبين الوسط خمسه اعتقد ولا اثنين من 2-3-1
إيه بس راح نحط لك المدافعين والوسط والهجوم. كم عدد اللاعبين وسط تبي؟ ما عندي مشكلة. أنت قول لي التشكيلة، راح نقول لك الحين الحراس، راح تختار واحد من الحراس. أتمنى بس أبو علي قبل لا تحطون الاختيار أن ما حد يزعل، لأنه لا لا كده بالنهاية كلهم أسماء وقدموا كلهم أخواني وأعزاء، اللي سواء اللي لعبت معاهم واللي ما لعبت معاهم، فأتمنى ما حد يزعل، لأن بالنهاية لو أنا وأنت أو الستاف بيحط تشكيلة أبو محمد تأكد اللي حطينا يعني صورهم من أول حلقة إلى حلقة ثلاثة كلهم ترى قدموا الكثير للكرة الكويتية. والله ونعم فيهم، وأنا أتشرف أني سواء اللي لعبت معاه واللي ما لعبت معاه مثل الكويت وخدم الكويت. نشوف الحراس أبو محمد تختار واحد، كابتن أحمد طرابلسي وسمير سعيد. سمير سعيد. سمير سعيد الله يرحمه. ونشوف المدافعين دام 4-2-3-1 راح تختار أربعة من المدافعين. أسامة حسين، وائل سليمان، حمود فليطة، مساعد ندى، نهير شمري، محمد بنيان. بس مساعد هني مع النشيد مندمج. إيه. نهير. نهير. وائل سليمان. وائل سليمان. مساعد ندى وأسامة حسين. مساعد ندى وأسامة. هذول أربع مدافعين. نشوف اللاعبين الوسط أبو محمد. الوسط كم واحد تبي تختار لك الحرية؟ تبي تخلي كم واحد حق الهجوم؟ اثنين. اثنين محاور. إيه. مثلا منو؟ عبد العزيز حسن و سعد الحوطي. سعد الحوطي. نشوف لاعبين الهجوم راح تختار أربعة. إيه. لا راح يصير أربعة أطراف. اثنين. إيه أطراف. إيه. ما في مشكلة. يعني ثلاثة نازع هجومية مع الرأس حربة. طبعاً شمال بحط كابتن الغدير عبد العزيز العنبري. عبد العزيز العنبري. يمين بدر مطوع. بدر مطوع. بشار عبد الله. بشار عبد الله. تحت المهاجم. واختار فيصل الدخيل. فيصل الدخيل. 4-2-3-1 هذه اختيارات طبعا جراها تيجي. راح نشوف المدرب منو. الجنرال محمد ابراهيم وما شاء الله. اكيد يعني بدون لا بدون تفكير. محمد ابراهيم. شوف محمد ابراهيم وليد، انا محمد ابراهيم تعلمت منه الكثير. يمكن امس يعني لي اتصالات معاه، تدربت في نادي الكويت والمنتخب معاه، وفي أوقات أنا لعبت أساسي مع محمد إبراهيم، في أوقات استبعدني محمد إبراهيم، لكن يبقى مدرب مميز متفوق على الجميع. مو أنا أتكلم عنه، نتائج اللي تكلم عنه أكيد. بنواف. فاختيارك على طول سريع حق محمد إبراهيم. ويستحق صراحة بنواف. يعني أكثر اللاعبين. يعني شوف حتى الكابتن الغدير ما شاء الله يمكن في فترة من فترات اختارني. صحيح. وأنا صغير يعني من ضمن مو من ضمن الفريق، من ضمن اللسته يعني. وتتكلم معي مباشرة قال لي أنت لاعب مميز وراح أخذك الفترة الجاية، بعدها يمكن أغالو أو إن صارت عنده ظروف، بس أنا يبقى محمد إبراهيم هو المدرب اللي أنا اختاره. برشلونة يأخذون الدوري هالسنة ولا؟ شوف على الوضع الحالي إذا غلب أتلتيكو مدريد بعد أسبوعين يأخذ الدوري. إذا غلب أتلتيكو يأخذ الدوري. أنا أقول لك خل المباريات، شوف برشلونة راح يفوز بالمباريات اللي قبل أتلتيكو إن شاء الله يعني، لكن المحك هي أتلتيكو، إذا فاز على أتلتيكو هو بطل دوري. هو بطل دوري. بس ما راح، لأن اليوم برشلونة يعتمد على نفسه، لأنه هو 71 نقطة، عنده 32 جولة، 31 مباراة مؤجلة، عنده واحدة يفوز فيها يمكن يوم الخميس إن شاء الله يفوز فيها، إذا فاز فيها نتائجه هي اللي يتحكم، وهو اللي ياخذ الدوري بيده أو يعطي أتلتيكو. يعني موضوع بيد برشلونة. بيد برشلونة. وصلنا لختام الحلقة جراح، إذا عندك كلمة أخيرة تحب تقولها. والله كل الشكر لك وليد رميتي على هالبرنامج الحلو في الشهر المبارك، وعساكم من عواده، وعلى إخواني اللي بالستاف، وإن شاء الله نلتقي في إن شاء الله. ونسيت أسألك عن كيس الأزرق، بس إن شاء الله في حلقة هذا أكيد طارق العلي قايل لك أبو محمد مسي عليه بالخير. أنا ودي أقول سالفة بس شوف لفيت ويك على طول. ما يخالف تمون أبو علي. يقول المخرج خلي يقول. لا 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 لا. في يعني اللي بيني وبين وليد
اشياء ما تنقال صدق يعني والله العظيم ما تنقال يمكن يعني حتى بالديوانيه ما تنقال يعني 6 سنين احنا مع بعض منتخب ونادي بنفس الغرفه نفس الغرفه فالاسرار موجوده بس انا شفت سلسله قلت تي وشوفك محمد عبد الله وعادل عقله والاستاف كله لا عادي شيء شاري من المحلات بس ملوك الشاورما وياك بسويسرا اي لا يعطيك العافيه ابو محمد وانا سعيد صراحه تكون موجود في برنامج واضافه كبيره لنا ويعطيك العافيه والله وفقك ان شاء الله في قادم اليوم نشوف محمد وفهد ان شاء الله يمثلون المنتخب الاول ان شاء الله اللهم امين انا لي الشرف اني اكون معاك يا ابو علي زاملتك في نادي الكويت والمنتخب وشاهدتي فيك مجروحه طبعا وكل الشكر لكم عساكم من عوض ان شاء الله الله يسلمك يا ابو محمد واحنا وصلنا لختام الحلقه وانتظرونا في حلقه قادمه مع نجم مميز في مغلق